وعن أحوال الطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.